هل ده ممكن يؤثر على صحتنا؟ معانا الدكتور محمود عمرو، استاذ الطب المهني والبيئي ومؤسس المركز القومي للسموم. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو. قبل ما نسال على الكوبايات، ايه حكايه حبه الغله دي؟ دي قنبله بتتاخد على معده الشخص لتسمم حاد في خلال نص ساعه الى ساعه. نص ساعه يعني الى ساعه قنبله؟ قنبله، اعتبر انها ساعه، وهي علشان في التقرير وانت بتعرضه قالت انها عاوزه تشرب ميه. البنت اللي هي ايوه، الشرب الميه ده في حد ذاته هو اشعال اضافي للزنك فوسفايد، يعني غاز الفوسفين يزيد اشتعالا لما اضيف ميه ليه، يعني المعده فيها ميه. وحضرتك بتتكلم على اشتعال يعني ولا حرقان؟ لا، اشتعال. يا نهار ابيض، يعني الواحد معدته يبقى يعني فيها نار بجد. قنبله، اعتبرها قنبله غازيه انفجرت في المعده. لا اله الا الله. وتخيل المترتب عليها ايه؟ امتصاصها بسرعه الى الدم، وصولها للقلب، وصولها للكلى، وصولها للمخ، يعني نهايه مؤلمه في غايه الالم. والحبه دي بتتباع فين يعني؟ دي حاجه متوفره الناس للاسف متوفره عند المحلات البقاله وعند الصيدليات وفي اماكن اخرى يعني. طب والحبه دي اصلا بتعمل بيها ايه؟ هي الغرض منها انها تموت حشرات اللي موجوده في القمح، عشان كده سموها حبه. فتتحط زي مثلا الحاجات اللي احنا بنحطها مع الهدوم وكده. اعتبرها تبخير، هي نفتالين. فيتن الحبوب طول السنه ما تسوس، ما يجيلهاش حشره. ايوه. طب ما الحبوب دي احنا بعد كده بناكلها ازاي بقى؟ يعني بيختلط ده بده، يعني محدش ذكر. طب لو خدنا الحبوب وفيها الحبه وما غسلناهاش وعملنا منها الدقيق والعيش وجالنا تسمم، مش هنعرف التسمم سببه كان ايه. صحيح، لان السلسله صعبه. طب ودي مصرح باستخدامها دوليا، يعني في العالم كله بيستخدموا الحبه دي؟ بيستخدموها كمبيد. مبيد؟ طبعا، ويكفي اسمها، اسمها مبيد، بتبيد. انما هنا في مصر عادي تتحط في الغلال، والناس اللي عايزه تنتحر بقى تاخد قرص منها وخلاص. وحاجه ثانيه، هنفترض ان هو جايبها علشان الفيران ولا علشان الحشرات ولا حاجه، وفاض منه كميه، بيحطها فين؟ برميها في الميه؟ بيحطها تحت الحوض، بيحطها في الرف. اي حد يجيبها هيبقى حبايه لونها لون حبايه الفحم او حبايه الذهب معده، يفتكرها دواء يعني. يفتكرها دواء، او طفل صغير مارض في السكه بيلعب يروح واخدها حاططها في بقه ويتوفى من غير ما نعرف برضه سبب الوفاه. هي المشكله انك ما حدش هيعرف، لانها سريعه السريع يعني. طيب يعني هل دي ليها اسعاف ولا دي بلعها نهائي؟ ساعة ما تشعر ان ده السبب، ادي زيت، اي زيت عندك. زيت؟ لان الزيت يوقف اشتعال غاز الفوسفين. تشرب زيت؟ زيت زيتون، زيت ذرة، اي زيت احسن من مفيش. لكن ما نضيعش الوقت في ان انا انقذ في البيت، لازم يكون حد بيطلب الاسعاف وحد بينقل الاسعاف وحد بيبلغ الاسعاف ايه الاصابه ايه. ودي سعرها قد ايه يعني؟ واضح انها في متناول اليد. 50 قرش لا مؤاخذه. يا نهار اسود. الحبايه ب 50 قرش؟ يعني لما غليت شويه، لما اشتهرت في الاعلام بقت بجنيه. ده كارثه، قنبله بجنيه. كارثه كبيره يعني. طبعا. طيب دكتور محمود، خلينا نتكلم على موضوع الكوبايات الكرتون والبلاستيك. نعمل ايه عشان نبقى ضامنين انما تبقاش حاجه برضو قنبله اخرى يعني؟ لا، ما هي فعلا قنبله لغايه سنه 2050.